وجع الأطفال يلي مصابين بمرض السرطان ويلي عم تهتم جمعية كيدز فيرست بعلاجهم بدرجة كبيرة هي مسألة بتعنيني وبتعنيني بالعمق. لهالسبب بدي أتمنى عليكم بفترة عيد الميلاد تحديداً لما بتشوفوا صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي عملوا له لايك واكتبوا أمنية صغيرة، هيدي الأمنية بتوصلهم ومن خلالها نحن منقول لهم قديش منحبهم، قديه منقدرهم وقديه ناطرين حتى ترجع الحياة الطبيعية لهم. زوروا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تنعيش سوا فرحة العيد.